ولنقاش ملف أوضاع المسيحيين في العراق وتحذيرات من استمرار الانتهاكات المرتكبة بحقهم ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم. ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الكاتب السياسي كوهر يوحنان عوديش. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريمة وبالمشاهدين الكرام. نتابع التصريح الذي نقلته صحيفة إيطالية وتحدثت فيه عن تنامي المخاوف أو تنامي مخاوف المسيحيين من التهديدات الأمنية لا سيما من الميليشيات للمسيحيين في العراق. أين هي الحكومة وما دورها في حماية هذه الفئة كمواطنين عراقيين على غرار باقي الفئات في المجتمع؟ نعم سيدتي الكريمة، أشكر استضافتكم. مخاوف المسيحيين ليست وليدة اليوم، بل كانت منذ 2003 ومع انتشار الفوضى العارمة في العراق كانت هناك مخاوف، لأن كانت هناك جماعات تستهدف المسيحيين بشكل أو بآخر. وبعد كل ما مروا عليه وبعد غزوة داعش لمناطقهم في سهل مينا واحد نزح الكثير منهم وهجروا أو بالأحرى هجروا، فنزح القسم منهم إلى إقليم كردستان، والبعض الآخر كان إقليم كردستان محطة للسفر النهائي والخروج من العراق. كان هناك أمل ما بعد تحرير بلدات سيد نينوى الخاصة بالمسيحيين، كان هناك أمل للأودة والبدء من جديد، لكن هذا الأمل بدأ يتخافى رويدا رويدا، لأن حتى بعد التحرير كان الكثير من العوائل المسيحية عادت وبدأت من جديد وقامت بزراعة عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية، لكن كانت تستهدف بصورة أو بأخرى. يعني إذا لم يكن داعش الوحيد الذي يريد تهجير المسيحيين، بل هناك أطراف أخرى تريد الاستحواذ على المنطقة وتهجيرهم بنوع أو بآخر. فأحرق مثلا الكثير عشرات الدونمات من محاصيل الحنطة والشعير أحرقت في موسم حصادها قبل أعوام. أي هناك ضغوطات تمارس على المسيحيين بشتى الأشكال لتفريغ المنطقة منهم، وهذا يشكل خطرا جسيما ليس على المسيحيين فقط وإنما على المجتمع العراقي ككامل. فإذا كان بعض الطوائف أو قسم من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي أو القومي غير محميين بالقانون، فهناك لا يبقى لديهم أمل للبقاء والاستمرار، فتكون الهجرة طبعا إلى خارج الوطن وترك البلاد نهائيا. نعم. السبيل الوحيد للاحتفاظ بحياتهم وضمان مستقبلهم. نعم، في هذه النقطة وبالحديث عن هجرة المسيحيين إلى الخارج، إلى أي مدى يعتبر هذا هو الحل الوحيد أمام المسيحيين في العراق في ظل عدم وجود دولة مؤسسات تحميهم وتوفر لهم أدنى حقوقهم في دولة كمواطنين؟ أختي العزيزة، المسيحيين طبعا هم جزء من الشعب العراقي بصورة عامة. الشعب العراقي ليس راضيا عن السياسة الخاطئة أو الأوجاع التي تمارس من قبل القادة. هناك إذا كان هناك قانون يسود على الجميع فيكون المواطن مرتاحا، سواء كان مسيحيا أو مسلما أو يزيديا أو كعكيا أو صهاديا أو غيرهم. لكن أن يكون هناك تقويم الفرد على أساس أو فرزه على أساس انتمائه، فهذه غلطة كبرى على القائمين على السلطة إدراك هذه النقطة. والمسيحيين يعني لم يبقى لهم أمل في العيش، لأن المسيحيين كما نعرف جميعا لا يمتلكون ميليشيا مسلحة، والدولة فقدت هيبتها لفرض السلطة وفرض القانون. هناك ميليشيات مسلحة، هناك أحزاب، هناك أو ما يمكن اعتباره دولة داخل دولة، فالسلطة فقدت هيبتها، لم يبقى للسلطة للدولة هيبة. فمثلا عندما يقوم رئيس الوزراء أو وزير ما بإصدار مرسوم أو مرسوم بشأن كذا أو كذا أو يدعو إلى تطبيق القانون، هناك أطراف
تقف بصورة علنية ضد تطبيق القانون، أي لم يبقى هناك قانون. القانون هو من يحمل السلاح، من له قوة، من له ميليشيا، من أو يكون مدعوما، من يفرض القانون هو إما مدعوم طائفيا أو حزبيا أو قوميا. والمسيحيين كما نعرف ليسوا من لا عندهم ميليشيا مسلحة ولا عندهم هذه الكثافة السكانية التي تعتبر مثلا كقوة في دولة العراق الحديث، يعني العراق الجديد. لا يملكون أي من هذه الأساليب، كيف نريدهم الاستمرار إذا كانوا مهمشين؟ حتى أختي العزيزة، حتى المناصب التي تعطى لهم إنما هي مناصب فردية يستفيد منها شخص أو مجموعة أشخاص، والمتضرر الوحيد هم المسيحيون. لا نريد تجميل الصورة، المسيحيين لا يطلبون بتجميل فجاري إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسيا أو أمريكيا. جاري هو مسلم أو يزيدي، ونحن نفتخر بهذه الجيران، عشنا معهم الأفراح والأحزان. هذا تدمير النسيج المجتمعي بدأ من الفوق، من أعلى، من السلطة، ولم يكن للشعب بدخول، فقسموا الشعب. فإذا كنا نريد أن نعيش بالسلام فعلينا أن نبحث السلام بداخلنا أولا، ومن ثم نبحثه مع الآخرين. والمسيحيين هناك تصريحات من بعض الدول ومخاوف تعلن، لكن ليس هناك نية حقيقية للدفاع عنهم أو للضغط على الحكومة لإعطاء هذه الفئة حقوقهم، أو نعم، دون معاملتهم مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي كهر يوحنان عودش، حدثنا عبر الهاتف من أربيل.